الآنسة الصغيرة. المشرب هادئ كعادته كل ليلة، والحديقة الجاثمة في وسط الميدان التي تحيط بها دائرة من المصابيح القوية المتعلقة خالية من الناس، والأضواء المتوهجة في الليل تتلاشى شيئا فشيئا في الصحراء الممتدة على مدى البصر. وجلس إلى جانب الواجهة الزجاجية بعض رواد المشرب، بعضهم يتحدث في خفوت وبعضهم يرسل نظراته إلى الميدان وهو مستغرق في أفكاره وتأملاته، وبعضهم يشرب الخمر في صمت وكآبة. وأنا جالس في ركن منعزل أقرأ تارة في كتاب وأشرد تارة مع أفكاري من بضعة أعوام، وأنا أتردد على هذا المشرب القريب من بيتي في مصر الجديدة، فأجلس في مائدة تشرف على الطريق أطالع كتابا أو أتأمل العابرين أو أستغرق في أفكاره. إذا تقدم الليل عدت على مهل إلى البيت، وكان السيد عباس وهو من رواد المشرب الدائمين يجلس إلى مائدة قريبة، وهو رجل وسيم في الأربعين من العمر، تفسح نظرات عينيه المتوقدتين عن ذكاء وإرهاق. كان يأتي إلى المشرب كل مساء ثم يجلس منفردا ويطلب خمرا ويحتسي كؤوسه في صمت، وكان يحييني كل ما رآني. بدأ أنه أصرف هذا المساء في احتساء الخمر، فقد وقع عليه بصري عفوا وهو يجرع الكأس جرعة واحدة ثم يرشقها بالأخرى، وبدأ أن الخمر أخرجت الرجل من صمته. قد رأيته يتطلع نحوي ويبتسم لي، ثم قام من مكانه واتجه نحوي وبيده كأسه وقال لي: هل تسمح لي أن أجلس معك قليلا؟ فأغلقت الكتاب المفتوح أمامي وقلت له باسما: يسرني ذلك. جلس السيد عباس أمامي وقد بدا كنموذج مجسم للضياع، وقال وهو يتطلع إلى وجهي مليا: اعذرني يا سيدي إذا رأيتني أدمن على الخمر، فأنا أشرب بحثا عن المليان، وكثيرا ما يخيل إلي أنني أحلم وأن حياتي حلم طويل، لكن الحقيقة أنني عشت أياما من عمري في حلم سعيد ثم أفقت على الحقيقة المؤلمة. إنني لم أحاول من قبل أن أتحدث إلى أحد عن نفسي، فالناس يظنونني سكيرا تافيا فلا يعبؤون بي. وسكت الرجل لحظة وأشعل لفافة ثم استرد يقول: دعني يا سيدي أتحدث إليك عن نفسي، فأنا أريد أن أتكلم، أريد أن أنفس عن صدري. مهنتي يا سيدي صاعق، وأنا رجل عزب وحيد، ولا تظنني جاهلا، فقد تعلمت حتى المرحلة الثانوية. كان أبي عاملا لكنه كان رجلا طموحا، وكان مستعدا أن ينفق علي حتى يدخلني الجامعة، لكنني فشلت في دراستي، تركت مدرسة غير آسف وتعلمت قيادة الطيارات ثم اشتغلت سائقا، وكنت أقرأ الصحف والمجلات والكتب وأنا جالس في مقعدي بالسيارة عندما يكون مخدومي في عملي أو في مكان ما وأنا في انتظاره. وهكذا أصبحت على قدر من الثقافة. كنت أعمل عندما وقع أهم حدث في حياتي الهادئة لدى أحد الأثرياء ويدعى كامل بك، وكان أرملاً ماتت زوجته وتركت له ابنة في 15 من عمرها تدعى سميرة، وكان رجلاً طيباً كريم الخلق. كانت الحياة في القصر هي الجنة بعينها، الثراء والأثاث الفخم والمعاملة الطيبة، وكانت الآنسة سميرة تشع بحيويتها الرائعة وضحكتها العذبة في ردهات القصر الصامتة، سعادة متدفقة صافية كمياه النبح. كانت الشمس تشرق كل صباح فتعكس على حديقة القصر الواسعة المزدهرة ضوها الذهبي الوهاج، وفي أيام الشتاء عندما يتوارى قرصها خلف ركام السحاب كانت ابتسامات آنسة سمير ومضيء أسنانها الناصعة يضيء جنبات القصر والأشجار. كان القصر يبدو حينئذ كأنه قطعة من الجنة، لكن كان هناك شيء أروع من كل هذا، شيء لا يوزن بالمال، شيء أبدع من خيوط الشمس في صباح الشتاء،
وأجمل من ضوء القمر في ليل الربيع، شيء أعذب وأنقى وأطهر من كل ذلك، ذلك هو جمال الآنسة سميرة. وكانت الآنسة سميرة فتاة ذات كبرياء وعلى شيء من العناد، وكانت تنتقل في غرف القصر برأس مرفوع وتلقي الأوامر على الخدم في صوت آمر عذب، وكنت أستعذبها وآمرها وأجد في طاعتها سعادة لا تعدلها سعادة. كانت تقول لي في صوت آمر: يا عم عباس اذهب إلى المكتبة واحضر لي رواية كذا، يا عم عباس اسرع لتوصلني إلى السينما، تعال هنا يا عم عباس، اذهب إلى بائع الزهور يا عم عباس وعد سريعا، فأغمض عيني وأفتحها فأجدك هنا، تحرك يا عم عباس، أنت كسلان جدا يا عم عباس. وكان كلامها عندي أحلى من الشهد، وكنت أوصلها بالسيارة إلى السينما وإلى صديقاتها وإلى المدين وإلى المتاجر الكبيرة لتشتري ما تريده من الثياب والحلي. وكانت تتحدث معي كثيرا وأنا جالس أمام عجلة القيادة وهي جالسة في مكانها في القلب، وترن ضحكاتها العذبة في السيارة فيدق قلبي من فرط السعادة. كانت تعاملني كصديق، وعندما أمرت تهبط من القصر تتجه إلى حجرتي. قد كنت أسكن في حجرة ملحقة بحظيرة السيارات لتسأل عني وتستدعي الطبيب ليكشف علي وترسل خادما ليحضر لي الدواء وتشرف بنفسي على راحتي. ومرت بضعة أعوام، وتخيل يا سيدي تلك الفتاة الرائعة التي كنت أتبعها كظلها، وتخيل تلك السعادة التي كنت أعيش فيها والتي كانت تفيضها علي، فإنني لا أستطيع أن أصور لك حياتي في تلك الأيام السعيدة التي كانت أشبه بالحلم. وكبرت الآنسة سميرة وتعلقت أنوثتها وأصبح جمالها سحرا يخطف الأبصار، وتقدم لها الخاطبون لكنها رفضتهم جميعا في كبرياء وعناد. وكانت تقول لأبيها أمامي وهي تضحك مادحة: لست أرغب في زواج أبي من هؤلاء الذين يطمعون في مالي، وإذا كان لابد من الزواج فلأتزوج عم عباس. فيضحك أبوها وأشاركهما الضحك وأنا مطرق في خجل. كنت أتصورها دائما كنموذج خالد للجمال والطهر والنقاء، وأصارحك بالحقيقة يا سيدي أنني أحببتها في صمت حب العبادة كأولئك الذين كانوا يعبدون الشمس قديما وينظرون إلى قرصها الوهاج بعيون والها، على حين تفصل بينها وبينهم أبعاد شاسعة. ولاذ السيد عباس بالصمت، رفع كأسه إلى شفتيه ورشف جرعة، وأخذت أضواء حمراء في إعلان نيون قريب تتراقص على صفحة وجهه، ثم أردف يقول: وذات يوم قرر كامل بيت الزواج، وبدت الآنسة سميرة صامتة حزينة، ولا ريب أنها تذكرت أمها الراحلة وآلمها أن تحل محلها امرأة أخرى وقد تستأثر بأبيها. ثم تزوج البيك وجاء بزوجته إلى القصر وهي سيدة في 35 من العمر، وانطوت الآنسة سميرة على نفسها ولم تعد تغادر حجرتها إلا نادرا. وكنت أراها دائما مستغرقة في القراءة كأنما تدفن أحزانها بين صفحات الكتب، فكان قلبي يذوب حنانا عليها. وأصبحت زوجة البيك السيدة الأولى في القصر، فهي التي ترافق البيك في خروجه ودخوله، وهي التي تلقي الأوامر للخدم، وبدت غير راضية عن شيء في القصر، فالأثاث غير معتنى به، والطباخ يجب أن يستبدل به غيره، وأخذت توجه إلى الآنسة سميرة كلمات جافة وتنتقد بعض تصرفاتها. وضاقت سيدتي الصغيرة بهذه المرأة الدخيلة وتبرمت بها، وقالت لي يوما وهي في أجد حالات الضيق والحزن: أنا لم أعد أحتمل هذه المرأة زوجة أبي. وأصبح حديثها يقطر بمرارة، وانطفأت ابتساماتها الحلوة وذبل جمالها وزادت قربا مني، فكانت تتحدث إلي كثيرا وتبوح لي بآلامها وتذكر أمها الراحلة وتدمع عيناها وتدمع عيناي أيضا. ويوما قالت لي وعلى وجهها مدحة من الحزن: أحضر السيارة حالا يا عم عباس، فأنا أريد أن أذهب إلى مكان ما. وجئت بالسيارة وخرجنا معا، قالت لي والسيارة تبتعد عن القصر: اذهب بنا إلى مشرب هادئ، فأنا أريد أن أتحدث إليك حديثا خاصا. وفوجئت بقولها لكنني استجبت لرغبتها في صمت،
وعندما أوصلت إلى أحد المشارب قالت لي: تعال معي، وفي ركن هادئ جلسنا وجها لوجه. إنني أذكر الحديث الذي دار بيننا يومها، أذكره تماما ولن أنساه مدى حياتي. قالت في صوت ثابت قوي: أنا لم أعد أطيق الحياة في القصر مع زوجة أبي، وسأهجره إلى غير رجعة. نظرت إليه في دهشة ولم أدري ماذا أقول لها، وأردفت هي قائلة: لم أعد أحتمل الحياة معها، لا بد من أن أغادره وإلا فسأنتحر. روعني تفكيرها وشعرت بيد تضغط على قلبي، وقلت لها في اضطراب: ولكن إلى أين تذهبين يا سيدتي؟ بدت في عينيها نظرة تطلق بالحنان، وعكست تلك النظرة على وجهها إشراقا جميلا، والتمعت عيناها ببريق خاطف، وقالت لي وكأنها تخاطب نفسها: سأذهب معك. ارتجفت ودق قلبي عاليا، وقلت في صعوبة وعسر: تذهبين معي إلى أين يا سيدتي؟ قالت في صوت حاسم لا أثر فيه لضعف أو تردد: إلى حيث تريد، إنني بلغت سن الرشد ولي ميراث من أمي، سنغادر القصر ونذهب بعيدا ونتزوج. بهت ونظرت إليها كالمأخوذ أو كالأبله، فنظرت إلى حيرتي بعينين ضاحكتين، وتألق ثغرها بابتسامة عذبة أروع من بريق الماس، وقالت كالحالمة: صدقني أنا أحبك. لم أصدق سمعي، وخيل إلي أنني أحلم. كانت الآنسة سميرة لؤلؤة لا تقدر بثمن، وجوهرة نادرة لا مثيل لها. هل كنت أقوى على النطق بكلمة؟ كلا مطلقا، أصبحت بالخرق وجف لساني في حلقي. هل كنت أستطيع أن أقول لها لا كلا أيضا؟ كنت أفضل أن أقتل نفسي ساعتها من أن أرفض عرضها. سيدتي هذه الصغيرة التي كان قلبي يعبدها في صمت، وكان يصرخ في صدري مطالبا بحقه في الحياة، فلم أملك إلا أن نكست رأسي ولج بالصمت. وقالت في صوت مستزن هادئ: وستكون زوجي أمام الله والناس، أنا حرة أفعل ما أشاء ولا يهمني سوى سعادتي. أنت رجل طيب نبيل، وأنا أعرف أنك تحبني، ولن تدخر وسعا في سبيل إسعادي. وبعد هذه المصارحة أحسست بأن المسافة الشاسعة التي كانت تفصل بيننا قد تلاشت، وأن الحاجز الذي بيننا قد رفع، وبدت العاطفة التي تربط بيننا واضحة وضوح الشمس. نسينا أنفسنا، وفي نشوة اتفقنا على أن نغادر القصر في اليوم التالي، ونذهب لنعقد قراننا ونعيش معا بقية العمر. ثم عدنا إلى القصر، والدنيا لا تسعني من فرط سعادتي. وأقبل المساء، وأولت إلى حجرتي، وخلوت إلى نفسي، وأخذت أفكر فيما دار بيننا من حديث. أحسست بالحاجز الذي يفصل بيننا إحساسا قويا، فهي شابة جميلة وثرية ومتعلمة، ومن أسرة رفيعة الشأن، وابنة رجل ثري، وأنا أكبرها بسنوات كثيرة، وفقير ومن أسرة متواضعة، فالجدار الذي يفصل بيننا عال وسميك جدا. وهذا التفكير منها يعد نسق شباب، أما مني وأنا رجل عاقل متزن، فماذا يسمى هذا التصرف مني؟ يعد خيانة كبيرة لرجل طيب الذي وضع ثقته فيه، ويعد جناية عليها أيضا. فلا يصح لفتاة عريقة المحتدى مثلها أن تهرب مع سائق طيارتها. وظللت مشاهدا طيلة ليل تعصف بي الأفكار، ثم استقر رأيي أخيرا، علي أن أغادر القصر لا مع الآنسة سميرة بل وحدي. وهذا التصرف السليم، وفي هذا التصرف سعادتها، وبدا لي أن هذا التصرف مني أعظم دليل على حبي لها، وفي إبقائي على شرفها وسمعتها خير برهان على هذا الحب. وفي الصباح المبكر جمعت حوائجي وتسللت من القصر، وأفرغ السيد عباس في جوفه بقية كأسه وأرضه، وعشت وحيدا حزينا. فأنا أعمل في النهار سائق تاختي، حتى إذا انتهيت من عملي جئت لهذا المطرب، ورحت أنسى نفسي ووجودي في الشراب. وسكت الرجل وساد الصمت، وما زالت أضواء النيون الحمر ترسم على وجهي ظلالا غامضا. وقلت له: ألم تسمع عنها شيئا بعد ذلك؟ فقال في صوت خفيف يبدو فيه التعب: سمعت بعد شهور من مغادرة القصر أنها تزوجت، وأنها غير سعيدة في حياتها، وهكذا الحياة دائما يا سيدي. وأطرق الرجل برأسه، واستغرق من جديد في صمته الحزين، فاستأذنت منه وغادرت المشرب. ومرت الأيام وشغلتني مشاغل الحياة، ونسيت السيد عباس وقصته، فإنه لم يعد يتردد على المشرب. حتى كان ذات مساء في الأسبوع الماضي
وبينما أنا أودع صديقا لي في محطة القاهرة، التقيت بالسيد عباس على رصيف المحطة وبيده حقيبة، وتقدم يصافحني في اشتياق، وسألته في الفضول: إلى أين يا سيد عباس؟ كان يبدو مشرق الوجه باسما كله حيوية ونشاط، وأجابني في حرارة: أنا مسافر إلى السويس، قد التحقت بإحدى الشركات الكبرى التي ستقوم بتأمين مدن القناة الثلاث، سأعمل سائقا لعربة لوري ضخمة تحمل الحديد والخشب ومواد البناء لتلك المدن. نحن الآن نبني المستقبل، ومن يتردد فهو خائن لنفسه ولوطنه. لقد رأيت الكل يعمل ويبني، فانضممت إلى الركب وتركت الخمر، تركتها إلى غير عودة. قررت أن أساهم في بناء صرح هذا الوطن، وخفق قلبي وأنا أستمع إليه، وشددت على يده بقوة، وانطلق به القطار تاركا على إثري المحطة أحزان ماضية.